مشهد عاصمة إيران للسياحة الدينية يقصدها مئات الآلاف من الزائرين كل عام، يتوجه معظمهم إلى مرقد علي بن موسى الرضا الذي يقدسه الشيعة حول العالم. لكن لا ينصرف هؤلاء دون أن يخلفوا وراءهم كارثة. آلاف الأطفال لا يعرفون آباءهم، فالسياحة الدينية لا تخلو من سياحة جنسية تحت مسمى زواج المتعة. انتشار هذا النوع من الزواج أدى لوجود أكثر من 2 مليون طفل إيراني بلا أب أو بطاقات هوية. تفيد الإحصاءات بأن 20,000 طفل في مدينة مشهد مركز محافظة خراسان لا يملكون أي إثبات هوية. هؤلاء الأطفال هم نتاج الزيجات الغير رسمية والغير قانونية بين النساء الإيرانيات من الأجانب. وتفيد إحصاءات مراكز الدراسات الاجتماعية الممولة حكوميا أن نسبة العاملات في مجال الدعارة المشرعنة المسمات بزواج المتعة بلغ 20%، إضافة إلى أن 28% من الرجال الإيرانيين باتوا يلجؤون لهذا النوع من الزواج بديلا عن الزواج الدائم. الأمر الذي لا يهدد فقط بانهيار الحياة الأسرية وتفكيك بنية المجتمع، بل يعني أيضا وجود آلاف الأطفال مجهول النسب ودون هويات وغير معترف بهم كمواطنين. انتشار دور الدعارة المقننة تحت اسم زواج المتعة لا تقتصر على مشهد، بل تنتشر لا سيما في المناطق ذات الطابع الديني مثل مدينة قم المقدسة، والتي شكا محافظها من انتشار بيوت الدعارة في مدينته، حيث تجاوز عدد بائعات الهوى في المدينة 20,000 امرأة. وتشير الصحف الإيرانية إلى أن مدينة قم تحولت إلى مرتع خصب لتجارة المخدرات أيضا. زواج المتعة مباح في إيران، بل تحض السلطة ورجال الدين على ممارسته، لكن أغلب المواطنين والزوار لا يحتاجون على الأرجح للدفع من قبل السلطة لفعل ذلك. فهذا النوع من الزواج المؤقت لا يحمل أي تبعات أسرية أو دينية، لذلك يعتبر خيارا سهلا للإيرانيين والزائرين، لكنهم تناسوا فيما يبدو أنه يحمل تبعات اجتماعية مدمرة. فلا حياة أسرية تضمن استمرار المجتمع، ولا أطفال أسوياء يعرفون من هم آباؤهم ويعيشون في بيئة مستقرة. أنتج هذا النوع من الزواج آلاف الأطفال يتجولون في الشوارع بلا مأوى، أو يعيشون في ملاجئ لا تخلو من انتهاكات واستغلال جنسي، ولا يتمتعون بأدنى حق من حقوق الإنسان.